من ثورة السلاح إلى ثورة البناء والتشييد، مسار حافل من الإنجازات شهدته الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم. 60 سنة من الإصلاحات في كل المجالات، ولعل النهوض بالاقتصاد الوطني كان وما يزال في قلب التحديات الكبرى للجزائر. مشاريع ضخمة وبنى تحتية نقلت البلد إلى مصاف الدول النامية المجتهدة بسواعد أبنائها. استطاعت الجزائر أن تحدث قفزة نوعية في مجال بناء المشاريع، بداية بتطوير البنى التحتية لشبكة الطرقات، أهمها الطريق السيار شرق غرب الذي يربط شرق الجزائر بغربها على مسافة طولها 1720 كيلومتر، فضلاً عن الطريق العابر للصحراء الذي يربط بين الجزائر العاصمة ونظيرتها النيجيرية لاغوس على طول 4500 كيلومتر مروراً بست دول أفريقية. أكبر مشروع في أفريقيا سيسمح بتفعيل المبادلات التجارية والاستثمارات بين الجزائر والدول الأفريقية. من بين المشاريع المهمة أيضاً والتي انتظرها الجزائريون في عهد الاستقلال لتحسين نوعية النقل، مشروعي المترو والترامواي اللذان تم تدشينهما عام 2011. مشروع مترو الجزائر الذي يعتبر الأول مغاربياً والثاني أفريقياً يعد مكملاً لشبكة النقل الأخرى في مدينة الجزائر العاصمة وضواحيها على مسافة 9.5 كيلومتر. أما ترامواي الجزائر الرابط بين حيدرقان ببرج البحري وحي المعدومين بحسين داي على مسافة تقدر ب 23.2 كيلومتر، فقد استفادت منه ولايات أخرى على غرار وهران وقسنطينة وسيدي بالعباس وسطيف وورقلة. مشروع توسعة مطار هواري بومدين الدولي الممتد على مساحة 20 هكتار، المشروع الذي بلغت تكلفة إنجازه 80 مليار دينار يسمح بنقل حوالي 10 ملايين مسافر سنوياً. جزائر الاستقلال حظيت بإنجاز ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين على مساحة تزيد عن 27,000 هكتار. جامع الجزائر الذي دشن عام 2020 يتسع لنحو 120,000 مصل، بات صرحاً دينياً ضخم بتصميم عصري سيكون بمثابة نموذج للمشاريع المعمارية المستقبلية. استغلال القدرات المنجمية للبلاد هو من بين التحديات الكبرى للجزائر لبعث اقتصادها. مشاريع ضخمة ستدخل حيز الخدمة قريباً، أهمها مشروع الفوسفات المدمج في بلاد الحدبة بتبسة بالشراكة مع الصين، أحد أهم المشاريع التي تعول عليها الجزائر لترسيخ مكانتها الاقتصادية ضمن الدول الرائدة في تصدير الفوسفات. مشروع استغلال منجم غرج بلاد في تندوف، أحد أكبر مناجم الحديد في العالم باحتياطي قدره 3.5 مليار طن، سيرى النور عما قريب. المشروع سيسمح بتوفير 6,000 منصب شغل بحلول 2025. مشروع ميناء الحمدانية بشرشال، من المرتقب أن يدخل حيز الخدمة تدريجياً في غضون 4 سنوات. ميناء ضخم من شأنه معالجة 6.5 مليون حاوية و 25.7 مليون طن من البضائع سنوياً. الجزائر البلد القارة أنجز مشاريع تستفيد منها أجيال متلاحقة،
مدن وتوسعات جديدة، أيقونات هندسية حديثة من مسارح وملاعب ومدارس ومستشفيات وجامعات، إنجازات هيكلية عملاقة جسدتها الجزائر خدمة لشعبها ولتحقيق حلم الشهداء.